تعال نروح على معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي بأشعر دائما بألم شديد لما المعرض يخلص، طول عمري كده ما بحبوش يخلص حقيقي. المعرض خلص النهاردة، معرض القاهرة الدولي للكتاب اختتم فعاليات دورته 54 بعد تألق مذهل. تألق الحقيقة أثار انتباه الكل في مصر وفي كل المنطقة العربية. كتير جدا من الكتاب والمثقفين والشعراء والأدباء المصريين والعرب أثنوا بقوة على هذا المعرض، ويمكن كتير جدا منهم ومن القامات شديدة الضخامة والعلو والسمو، القامات الرفيعة في المشهد الثقافي المصري والعربي، بلغ ثنائهم بأنه إحنا فخورين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وكأنه صناعتنا إحنا كمان. وأنا من هنا بقول أنه هو صناعتنا كلنا، إحنا بنتكلم على معرض شغلته من يوم ما بدأ وحتى هذه اللحظة في 54 دورة إعلاء شأن الثقافة العربية. تعالوا نروح لزميلي العزيز محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كان موجود النهاردة في آخر أيام معرض الكتاب. اللهم بلغنا رمضان أولا، وبلغنا معرض الكتاب اللي بعده ثانيا، قولوا إن شاء الله. نعم يوسف، بعد التحية ردود فعل واسعة مرحبة طبعا يعني بهذا المعرض وهذا الحدث الثقافي، سواء من الدول العربية المشاركة من العارضين أو حتى الجمهور من مختلف طبعا الجنسيات ومن مختلف دول العالم. لكن هذه الردود وكلمات الشكر طبعا والترحيب بدأت بالسفيرة النرويجية، سفيرة النرويج بالقاهرة، التي تسلمت طبعا راية أن تكون النرويج ضيف شرف للنسخة القادمة 55، عبرت عن شكرها وعن سعادتها باختيار دولة النرويج لأن تكون ضيف شرف للنسخة القادمة، وأكدت على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد حدث ثقافي كبير وبوابة للعالم العربي والعالم بأجمع من الفكر والثقافة، وأكدت على أنه يتم الآن الإعداد والتنظيم للبرنامج الثقافي الذي ستقدمه دولة النرويج خلال الفترة القادمة بوجود إحدى المؤسسات النرويجية في مصر حاليا، ولقائها مع عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب للاستفادة بشكل أكبر من هذا الحدث الثقافي الكبير. وأيضا عبرت يعني عن شكرها وعن سعادتها بهذا التنظيم لهذه الدورة الحالية، وأنها مبهورة من عدد الزائرين الذي تخطى 3 ملايين زائر، وأكدت على أن هذا الحدث الثقافي يؤكد على قوة العلاقات بين النرويج ومصر، وأن هذا الحدث سيتيح مزيد من التعاون الثقافي بين مصر والنرويج. وأيضا بدوره سفير الأردن بمصر قدم الشكر لمصر حكومة وشعبا على رعاية وتنظيم هذا الحدث، وأيضا اختيار المملكة الأردنية الهاشمية أن تكون ضيف هذه النسخة التي ستنتهي اليوم. أما عن الفعاليات الثقافية التي كانت موجودة في اليوم الأخير، بداية نتحدث عن قاعة الكاتب صلاح جاهين، كان بها ندوة بعنوان نحن والفنون، والقاعة الدولية التي استضافت حفل مراسم تسليم دولة النرويج لضيف شرف الدورة القادمة، وأيضا قاعة الشعر التي بها عدد من الأمسيات الشعرية وصناع المحتوى، وأيضا يعني الفقرات الفنية كان بها عدد من الفقرات الفنية منها كورال أطفال بورسعيد ومركز تنمية المواهب والسيرك القومي. كان لنا لقاء مع عدد من الجمهور، كان هناك اهتمام من جانب الأطفال طبعا بعدد كبير من الكتب والإصدارات الموجودة في جناح الطفل، والأسر التي اصطحبت أطفالها عبروا عن يعني سعادتهم بوجود جناح خاص للأطفال الذي يقدم ورش يعني تدريبية وأيضا الرسم والتلوين وأيضا يعني الكتب التعليمية للأطفال. أيضا التقينا ببعض العارضين من الدول المختلفة من المملكة العربية السعودية، وجهوا كل الشكر لمصر ليس فقط لتنظيم هذا الحدث الثقافي الأبرز، ولكن لتقديم التسهيلات للعارضين بأن يتواجدوا في داخل هذا المعرض ليكون رواجا لصناعة النشر طبعا في مصر وفي العالم العربي. سينتهي هذا اليوم، ولكن بالتأكيد يعني كما تحدثت وزيرة الثقافة الدورة القادمة
القادمة سيكون بها يعني عدد أكبر للناشرين واستضافة عدد أكبر من الدول وأيضا تزويد عدد الفعاليات الثقافية والفنية داخل المعرض. هذه كل التفاصيل الخاصة بانتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، في انتظار إن شاء الله الدورة القادمة لمزيد من الفعاليات الثقافية والفنية. عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. كل الشكر زميلي العزيز محمود جميل، كما جرت العادة رسالة رائعة تفصيلية مفيدة. شكرا يا محمود، وخسارة أن المعرض خلص والله بجد.